يمشي بالكرة سامح الدربالي، كرة من سامح الدربالي، تمشي كرة بالراس، ترجع الكرة وسط الميدان عن طريق غيلان الشعلالي، حط الكرة كوليبالي، كوليبالي الغيلان، الغيلان فرانك كوم، كوم يبدل على اليمين، وكرة للترجيين، الهجمة عن طريق البدري، يمشي أنيس البدري، يمشي أنيس البدري، حط كرة غيلان، غيلان هز كرة على اليمين، في الترجي هذه بلال، يمشي المجري، المجري هذا هو المطلوب بالنسبة للترجي الآن، يشد الكرة ويدور في الكرة، يربح الوقت والثواني، ترجع كرة كوليبالي، كوليبالي، حط الكرة كولي، كوليبالي، خطيرة جدا، يمشي كوليبالي، كوليبالي، وهدف التالي للترجي الرياضي، الترجي الرياضي يسجل هدف الدومي فينال عن طريق فوسيني كوليبالي، الترجي الرياضي يسجل هدف النصف النهائي عن طريق فوسيني كوليبالي، هذا الترجي ماهوش عادي، هذا الترجي ماهوش عادي، هذه دولة ماهيش نادي، 1-0 كوليبالي يضمن العبور للترجي الرياضي التونسي للدومي فينال، بريميرو اغوستو الاسبيرانس هي نصف النهائي الاول في دوري ابطال افريقيا، شوف السيناريو، شوف اللفه، شوف الدوره، شوف القوه، شوف الايفواري، كوليبالي 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 حطها وهدف للصفر، 1-0 للترجي الرياضي، القوه البدنيه، روح الاصرار، الجرينتا الترجيه، وكوليبالي بالي العاجل فواري حتى الانتصار والتاهل الرسمي لفريق باب سويقة، 1-0 في الدقيقة تقريب 87، هدف قاتل، هدف قاتل، النجم كان أفضل في معظم رديات المباراة، سيطر سيطرة مطلقة في الشوط الثاني، ولكن الترجي من أول فرصة يختفي المباراة ويتأهل للدور النصف النهائي، متوسط الميدان فوسيني كوليبالي يسجل عبور الترجي الرقم 14 في تاريخه لنصف نهائي مسابقة أفريقية و11 في إطار دوري الأبطال.